الصالون الدولي للصحة. هذا العام عندنا أكثر من 200 عارض راح يقدم أحدث الابتكارات والتطورات في ميدان الصحة، راح يقدموا ماركات عالمية من أكثر من 40 دولة. وparallèlement à l'exposition nous avons les journées scientifiques du CIMEM اللي عندنا فيها كذلك l'UHU اللي راهو ان دو نو بارتنير سيانتيفيك، راح يكونوا ورشات عمل وتدريب محاضرات ومؤتمرات حول احدث الابتكارات في ميدان الصحه.